بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر لعلوم التنس الأرضي تحييكم. النهارده هنشتغل في فيديو إن شاء الله بعنوان فوائد لعبة التنس الأرضي. التنس الأرضي ليه فوائد كثيرة جدا، وأصبح النهارده من الألعاب اللي هي بقت يعني عايزين نقولها شعبية زي كرة القدم كده، يعني هو أصبحت اللعبة الثانية بعد كرة القدم هي التنس الأرضي. والتنس الأرضي ما أصبحش من الحاجات الكماليات زي زمان كنا نقول إن السيارة كماليات أو كده، كذلك التنس الأرضي زمان كنا نقول عليه من الحاجات اللي فيها رفاهية، إنما دلوقتي أصبح من الضروريات إن أنت لازم تلعب رياضة، وخاصة الرياضة الجميلة اللي فيها فن لعبة التنس. لعبة التنس طبعاً ليها فوائد كتير، إحنا هناخد الجانب الفوائد اللي هو في الإنسان، نفس الإنسان. يعني بتدخل البهجه، بتدخل السرور، من ناحيه الحاله الصحيه، فاحنا هنتحدث في الحته ديت ازاي لينا فوائد التنس بنستفيد منه من هذه العمليه ازاي. ففوائد التنس عظيمه جدا، واصبحت من ضمن الرياضيات ذات الشعبيه العريضه بعد لعبه كره القدم، يعني احنا اللعبه الثانيه بعد كره القدم، نظرا لما تختص به من فوائد صحيه كثيره جدا. على سبيل المثال ان هي بتخلصك من الضغط النفسي وبعض الزيادات والوزن في الجسم من الحركه الزائده والممارسه المنتظمه لكره، يعني لما تكون منظم نفسك في كره التنس بجدول معين تبص تلاقي فيه الوزن ينزل، الدهون بتبقى حلا مثاليا لفقدان الوزن، وبتمنح اللاعب في الملعب نتائج سريعه بتنعكس على المزاج العقلي وعلى وعلى القوه الشخصيه وعلى في ان واحد، يعني هي بتكون ممارسه التنس في الملاعب التنس كلها بتبقى في الهواء الطلق. الهواء الطلق اصلا ليه جمال نفسي وراحه نفسيه لذات الفرد، مما يعمل على تحسين كميه الاكسجين في الدم، وبالتالي بترفع من معدل احراق واذابه الدهون في الجسم بالنسبه لما نكون بنلعب في مكان واسع. لأن تمتاز لعبة التنس في الأماكن الخالية، الأماكن الواسعة، مش ملاعب مغلقة يعني. وهناك برضو فوائد جميلة جدا بناخدها لما بنيجي مثلا على سبيل المثال نضرب ضربة الإرسال. فبتلاقي اللعيب دايما عندما يبدأ في بداية ضربة الإرسال بيشد نفسه بطريقة معينة بتساعد هذه ضربة الإرسال بتساعد على تقوية العضلات، وخاصة العضلة اللي أسفل البطن أثناء القفز والتسديد الكرة في الملعب الآخر، لأن ضربة هي أول مهارة بنيجي نلعبها مثلا أو بنتعلمها مثلا على سبيل المثال النظام الأمريكي كله بيتعلم مهارة ضربة الإرسال أول حاجة في التنس، فبالتالي بتدي شد للجسم وبتديله قوة ورونقة كبيرة جدا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. شغالين في الفيديو رقم 2 في فوائد التنس. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل دوت، قلنا اتكلمنا فيه عن الفوائد بالنسبه للفوائد الصحيه، بالنسبه لضربه الارسال مثلا، بالنسبه لان التنس ما اصبحش من الكماليات، اصبح من الضروريات زي اي لعبه، واصبح اللعبه الشعبيه الثانيه بعد كره القدم، واصبح لها جمهور عريق، وخاصه في الوطن العربي دلوقتي بقى لها جمهور جامد في مصر وفي بعض الدول العربيه. إذا نيجي نتحدث عن فوائد مهارات التنس، ما هي فوائد مهارات التنس؟ طب نعرف الأول إيه هي مهارات التنس؟ المهارات التنس فيه مهارات كتيرة جدا. المهارات اللي هي بالنسبة للمستمع أو للمشاهد اللي هو لسه بيحاول يتعلم التنس، أهم مهارات، أهم مهارات عندنا الفور الباك، عندنا الفور فولي الباك فولي، عندنا السيرف، عندنا سماش، عندنا ضربة السيرف طبعا زي ما اتكلمنا عليها في البداية، عندنا ريدي بوزيشن، دي كلها مهارات مطلوبة للاعب اللي هو البيجنر اللي هو البدائي يعني لسه بيتعلم المبتدئ. إذا هذه المهارات لها فوائد عظيمة جدا على جسم الإنسان. لو جينا مثلا على سبيل المثال في الريدي بوزيشن تلاقي اللاعب واخد المضرب قدامه منحني بركبتيه مثنى عليهم، واقف على اطراف رجليه، بيتحرك بحركه جميله جدا سريعه بتدي الجسم كله من الالف الى الياء حركه سريعه بالاعصاب بالعضلات بكل حاجه. هذه فايده صحيه. لو جينا على مهاره زي مهاره الفور هاند برضه نفس اللعيب، في مهاره الفور هاند
بيبدأ إن هو يحرك مضربه، بيرجع مضربه للخلف وبيرجع مرجعة المضرب، بيحضن المضرب، دي برضه بتدي للجسم مهارات قوية. كذلك الباك هاند اللي هي الضربة الخلفية، كذلك الفولي فور هاند، كذلك الفولي باك هاند، كذلك ضربة السماش، كذلك ضربة السيرف. لما بنيجي إحنا بنقول السيرف وبنيجي نضرب السيرف بنضربه بمهارة، وباجي أسدد الكورة في أنط أو بدخل داخل الملعب بنشاط بقوة في حالة ضرب الإرسال. طب إذا معنى ذلك إن التدريب المنتظم في المهارات التنس الأرضي بيحسن وظائف القلب بانتظام. عندما تجري بتجري في الملعب، بتجري بقوة، عاوز تحط الكورة، عايز تسدد الكورة، بيبقى في مستوى مرتفع للحركة لا شعوري، إن أنت بتجري ورا الكورة وبتتحرك بحركة جميلة، بتعمل على انتظام دقات القلب للجسم. ونعلم جميعا ان بذل المجهود يخفف من التوتر، يعني الواحد اللي بيبذل مجهود كتير جدا 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 وممارسه اللعبه التنس بتشحن الذات وبتخلي الجسم مشحذ معاها بتفكير بضرب، عمال افكر، عمال عايز اجيب الخصم، عايز اجيب اغلب الخصم، عايز ابقى امام الخصم، عايز اساعد على المحافظه على نشاط المخ وشبابه. اذا الحركه دي بتحافظ على ايه؟ المخ وعلى شباب المخ وعلى حركه المخ. عمال تفكر في الملعب بطريقه جميله جدا مع الجري مع التنطيط، بتحرك جميع اعضاء الجسم داخل الملعب. إذا مهارات التنس فعلا بتعمل على تحرك حركة الجسم دون يعني عزوم ببديهيات، وكان بنقول الشعور بتحرك على الفور، بتحرك على الباك، بتحرك على الأوفريد، كل هذه الحركة بتفيد الجسم وبتفيد القلب وبتفيد الحركة في القلب. والحركة بالذات، الحركة بالذات وحركة الفوت ورك بتساعد الحركة المستمرة على زيادة جريان الدم في المخ. الحركة لما تكون في حركة سريعة وبتبعد الانسان، بتبعد الانسان عن الاصابه بالجلطات، بتبعد الانسان عن السكتات، بتبعد الانسان عن السكتات الدماغيه، علاوه على ان اهميتها بصوره عامه على صحه الجهاز الدوري للجسم وتحسين حركه الدوره الدمويه للجسم، كل ده من خلال مهارات التنس. اذا مهارات التنس بتحافظ على الجسم محافظه كامله، مهارات التنس من الفور والباك والبوليو والسماش، كل هذه الحركات بتساعد مساعده كبيره جدا للجسم على انه يكون الجسم ياخذ فوائد من المهارات. اذا فوائد مهارات التنس لها اهميه كبرى على الجسم وعلى حياه الانسان. شكرا للقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اكاديميه ناصر للتنس الارضي تحييكم. ان شاء الله معانا النهارده فيديو جميل جدا عن فوائد، برضو الرقم 3 يعتبر في فوائد التنس اللي هو فوائد العضلات في التنس الارضي. العضلات لها دور كبير جدا في جسم الانسان. ما زلنا بنتحدث على الحاله ازاي التنس بيفيد جسم الانسان كانسان. كما ان لعبه التنس تعمل على تقويه عضلات الساقين السفلى والعليا، لان حركه عندنا الحركات في مهارات التنس جميع الحركات بننزل بنج ورميز، بننزل بركبتنا من تحت لفوق، ويؤدي اتخاذ وضع الجسم للاستعداد في الريدي بوزيشن. لما بحط المضرب قدامي والساق بتاعي مثني الى الامام واقوم ومشط رجلي، واقف على مشط رجلي، والحركه بتبقى جميله جدا بطريقه معينه في الريدي بوزيشن، بتدي الجسم بتخلي الجسم في استقبال الكره ويكون في الظهر في وضع منحني الى تعزيز عضلات اسفل الظهر، وبتدعم العمود الفقري وخصوصا اثناء القفز لما بتيجي تنط للكوره. ويعمل وتعمل التنس يعني له فائده في التركيز على ايه؟ لما باجي اركز على الخصم، على استمرار التركيز لتسديد الكره، على تنشيط الوظائف والعمليات العقليه في المخ بتتحرك كلها مع بعضيها، كالذاكره والتركيز والملاحظه والادراك، كل ده بيشتغل في ان واحد عند في حركه العضلات للجسم كله. في عضلات انت ما تعرفهاش داخل الجسم بتتحرك حركات عند اللعب وعند انتباه للعب وعند الحركه وخاصه للكوره، كيفيه التعامل مع الكوره بسرعه او بوجود. وتجبر لعبه التنس اللاعب على تمديد عشرات العضلات جميع اجزاء الجسم، بما في ذلك في عضلات لا نعرفها في الجسم بتتحرك اثناء اللعب التنس. للعب التنس تختلف اختلافا تماما عن الجري العادي او عن لعبه القدم، لا، لان حركه التنس في الفوت ورك عندنا في التنس لها حركه معينه، فبالتالي تلاقي حركات جميع العضلات الجسم تتحرك في آن واحد دون الانسان ما يشعر، في عضلات لا تشعر بها تتحرك معانا برضو في الجسم. شكرا والى اللقاء في الفيديو.